في مصر. عاد إلينا من جديد دكتور علي سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. دكتور علي، كيف رتبت الدولة أولوياتها فيما يخص إعادة بناء الاقتصاد إذا جاز التعبير؟ نعم عمرو سليمان يا فندم، مساء الخير، ازي حضرتك؟ تحياتي للسادة المشاهدين. بخصوص مسألة الطاقة، الدولة المصرية في الاستراتيجية الجديدة في آخر 6 سنوات ركزت بشكل أساسي على المتطلبات الأساسية للاستثمار. لا يمكن استمرار الاستثمار المحلي أو الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية دون مجموعة من المتطلبات الأساسية، اللي من أهمها ملف الطاقة إلى جانب الأطر التشريعية وأيضا الطرق والنقل واللوجستيات. ملف الطاقة واحد من الملفات التي قامت فيها القيادة المصرية بإنجاز ملموس ومخطط وبطريقة علمية وبطريقة مستدامة. لم يتم توفير الطاقة فقط للجيل الحالي، ولكن نحن نتحدث عن الأجيال القادمة. مصر انتقلت من مرحلة انقطاع الكهرباء واستيراد الغاز الطبيعي ومشتقات الطاقة إلى دولة لديها فائض في الكهرباء وشبكة كهرباء قوية جدا جدا، إلى دولة استعادت تصدير الغاز الطبيعي والاكتشافات البترولية الموجودة، ودولة تدخل عصر الطاقة النظيفة بالمحطات الموجودة في بنبان في جنوب أسوان، واحدة من أكبر المحطات الطاقة الشمسية في العالم، وطاقة الرياح في البحر الأحمر. وأيضا لدينا ملف الطاقة النووية في الشمال في الضبعة. طيب دكتور عمرو، هل يمكن لبعض غير المتخصصين أو للمواطن العادي أن يطرح سؤالا في تلك المرحلة عندما وضعت الدولة أولويات مرتبطة بالبنى التحتية وبقطاع الطاقة عن المردود أو الجدوى الاقتصادية المباشرة إذا كانت هذه المشروعات تسهم في ارتفاع جودة الحياة، لكن كيف يمكن تعويض هذا الأمر على المستوى الاقتصادي؟ طيب اسمح لي أن أتخلى عن اللغة العلمية بعض الشيء ونكلم المواطن بلغته البسيطة. صاحب الورشة اللي كان لما الكهرباء بتقطع من 7 سنين كان بيدفع أجور الصناعية والعمال بتوعه من غير ما الورشة تشتغل وتطلع إنتاج، صاحب المصنع الصغير اللي كان بيقعد تستنى وردية كاملة خط الإنتاج لما الكهرباء ترجع، الشركات الكبرى اللي بعضها قرر النزوح من مصر نتيجة لأن واحد من أهم مدخلات الإنتاج وهو الطاقة غير مؤمنة ومش قادر ياخد قرار استثماري ويلتزم في تعاقداته سواء المحلية أو الدولية. ده واحد من الإنجازات الملموسة الواضحة جدا للمواطن، من أول الطالب اللي كان بيذاكر والدكتور اللي بيعمل عملية والمصانع والورش اللي احنا بنتكلم فيها لغاية أعلى المستويات من المشروعات الكبرى التي تحتاج إلى طاقة أو كثافة تكنولوجية. فملف الطاقة في الحقيقة العلاج فيه ما كانش علاج مؤقت، هو نموذج للتعامل مع المشكلات المزمنة والحيوية بطريقة علمية جدا. كان لدينا تحديد من السيد رئيس الجمهورية في ملف الطاقة تحديدا بخطة عمل واضحة جدا جدا جدا، سواء لبناء محطات جديدة أو صيانة المحطات الحالية، المراجعة وخطة علمية مدروسة وهي موجودة لـ 2030. ويمكن زي ما قلنا احنا مش بس عالجنا مشكلة الطاقة الماضية او الحالية، انما كمان توقعات للطلب المستقبلي والتعامل معاها لإنتاج طاقة تسمح لمصر بتحقيق طموحاتها في المشروعات التنموية، وكذلك في خطط جذب الاستثمار الاجنبي والشرقي. طيب في هذه النقطة من المحاور، نعم في هذه النقطة دكتور عمرو، بعض غير المتخصصين ايضا قد يطرحوا سؤالا وقد يبدو سؤال منطقي، اذا كانت الدولة تمكنت من تأمين مصادر الطاقة الكهربائية بالطرق التقليدية لعقود ان شاء الله قادمة، البعض كان يتخيل ان الالتجاء الى بعض مصادر الطاقة الاخرى كالطاقة الشمسية او طاقة الرياح قد يكون امرا رفاهيا، لكن بدا ايضا أن هناك استراتيجية من الدولة للمضي قدما في زيادة حجم الطاقات النظيفة أو الطاقات صديقة البيئة
في مزيج الطاقة خلال السنوات المقبلة؟ عبقرية الإدارة الحالية في إيجاد حلول غير تقليدية للمشاكل. وخلينا نقول مثال هنا في موضوع الطاقة، ببساطة محطة الطاقة الشمسية اللي اتعملت في بنبان في جنوب مصر تعطي طاقة كهربائية تقترب من طاقة السد العالي، والمصريين جميعهم يعلموا ما أهمية الطاقة اللي بتخرج من السد العالي، و بلا تكلفة على الموازنة المصرية، لأن هذه المشروعات تمت من خلال ما يسمى بالPublic Private Partnership أو المشاركة مع القطاع الخاص، الترويج لجذب شركات أجنبية بتكنولوجيا جديدة وتمويل خارجي جاءت لتستثمر في صحراء جنوب مصر. وبالتالي تم إضافة هذا الحجم الكبير جدا من الطاقة الكهربائية دون التحميل على الموازنة العامة اللي كان فيها في الوقت ده عجز كبير جدا، ونعاني من مشاكل الدين. وبالتالي ده أحد الحلول لمعالجة مشكلة قائمة، ومش بس كده، الاستفادة من هذه الحلول. فأنت أضفت إلى مصر كهرباء قد اللي بيطلعها السد العالي بدون أن يمثل ذلك عبء عليك لا في قروض ولا عبء عليك كمان في أنك تاخد ده من الموازنة وتسيب التمويل ده لحاجات تانية نقدر ندعم بيها في باقي القطاعات زي التعليم والصحة والطرق وهكذا. بالتالي الإدارة الرشيدة هنا والإدارة العلمية هي الفارق ما بين حال وحال. الفرق ما بين 2014 و2020 هو وجود إدارة رشيدة لديها الإرادة السياسية، عندها الرؤية والوعي المجتمعي، صياغة رؤية مصر 2030 اللي تمت في 2015. لذلك نحن نجد مشروعات قومية مخطط لها توقيتات ثمانية مبنية، وهذه المشروعات تتكامل مع بعض. يعني احنا عايزين نقول ايه؟ ده جنبه وزارة التربية والتعليم المصرية عملت مدرسة للتعليم الفني في الطاقة المتجددة في بنبان في أسوان لتوفير عمالة لهذه المحطات، جنبه وزارة التعليم العالي بتنشئ أقسام جديدة في كليات الهندسة للطاقة، جنبه البعثات في مجال الطاقة والتعاون مع العديد من الدول الأجنبية لدعم البحث العلمي في مجال الطاقة المتجددة. هذا التكامل مستحيل يكون موجود إلا إذا في رؤية قوية متعددة الروافد تمت بالمشاركة ما بين كثير من أطراف المجتمع وليست رؤية فردية. طيب في هذه النقطة تحديدا دكتور عمرو، الرئيس السيسي له حديث أيضا يكرره بشكل شبه دائم تقريبا، عندما يقول أن الجزء الأكبر من هذه المشروعات هي مشروعات كانت موجودة أصلا لدى مؤسسات الدولة المختلفة، فقط أخرجناها من الأدراج واتخذنا قرارا بتنفيذها. ما هي العوامل التي ساعدت على تنفيذ هذه المشروعات، المشروعات بنت الدولة بنت مؤسسات الدولة الحقيقية، ولم تكن متاحة هذه الوسائل في أوقات سابقة وبالتالي لم تنفذ؟ طيب خلينا نقول إن صحيح المؤسسات المصرية تفخر بعديد من الدراسات اللي تم تحديثها، ويمكن السيد الرئيس أشار أو الجملة اللي حضرتك نقلتها الآن كانت تحديدا في ملف التخطيط العمراني وملف التعامل مع العشوائيات، إنما يمكن في ملف الطاقة أضيف للعديد من الدراسات التي كانت موجودة من قبل والخطط اللي كانت موجودة من قبل. لا، لم يكن في مصر رؤية شاملة لأن تكون مصر تستخدم كل أنواع الطاقة التقليدية، تستخدم الطاقة المتجددة وتستخدم أيضا الطاقة النووية. وبوضوح كده الإجابة المباشرة، عندما تتوافر الإرادة السياسية والقيادة الواعية مع وجود شعب يستطيع وبه كوادر وأكبر ثروة عند المصريين ليست موجودة في البحار ولا في الأرض، لا في المناجم ولا في أبار البترول، هم شباب مصر وأبناء مصر. ودائما ما يراهن السيد الرئيس، ويمكن ده العنصر الحاسم، هو الرهان على الشعب المصري القادر على الإنتاج، اللي في كل المشروعات اللي تحدد ليها أوقات زمنية كفأة جدا 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 لاستخدام الموارد تم بالفعل وأنجاز المصريين ده في محطات الطاقة، تم إنجاز ده في قناة السويس، تم إنجازه في عديد من المشروعات.
وبالتالي حينما لا تتوفر الإرادة السياسية من الصعب أن يكون التنفيذ في المستويات الدنيا، ولكن وجود قيادة وزي ما بقول حضرتك رشيدة ولديها رؤية. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، شكرا جزيلا لحضرتك.